حضرتك الست زينب محمد المغاوري؟ ايوه. في اعلان عشان حضرتك. طلق. مالها؟ مش عارفة. فتحي عايزة ايه؟ حاجتي كلها عندك في الشنط. ارجوك افتح، حرام عليك، بلاش فضايع، افتح وخليني ادخل ونتفهم. ده بعدك، الشقة دي مش هتعتبيها تاني. مش كده يا استاذ فتحي، هو ايه بس اللي حصل؟ طيب ممكن يا استاذ فتحي؟ ارجوكوا مش عايز حد يتدخل، دي خلاص طلقتها وملهاش حاجة عندي. معلش يا اختي، ولا يهمك، كل واحد منه لله. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه الحكاية يا مدام زينب؟ بيقولوا انه طلقها. يا ساتر يا رب، ما دي اخرتها، الواحدة تترمي رمية الكلاب كده. انت مستنية ايه؟ خدي بعضك حالا وروحي القسم اعملي له محضر، وهم يجوا معاكي يسلموك الشقة بالقوة. هتروح معاها يا عبد العظيم؟ دقيقة واحدة، اغير هدومي واجي معاك. استني يا زينب، عبد العظيم جاي معاكي. بلعون ابو دي عيشه، انا خلاص طهقت. قرف، ايه اللي انت عملته ده يا فتحي؟ مش حرام ترمي الاكل بالشكل ده؟ الكوسه دي مش واكل منها امبارح واول امبارح، هفضل لحد امتى يا ست هانم؟ ما باكلش غير الاكل البايت. طب ما انت عارف ان انا ما اقدرش اطبخ كل يوم عشان شغل. وانا بقى اتفلق مش كده؟ لكن لا، ده حال ما يتسكتش عليه ابدا، انا خلاص روحي بقت مناخيري. فتحي انت رايح فين؟ رايح في 60 داهية أشوف لي مطعم أطفح فيه. ايه يا أختي، نام أنت زي القتيل وأنا أقعد أكلم نفسي لحد الصبح. تعبانة يا فتحي، كل يوم تعبانة، كل يوم بالذمة دي عيشة؟ مش كفاية أول ما أدخل البيت ألاقي ريحته كلها بنج؟ ما انا قلت لك اسيب الشغل، انت اللي مرضتش. انت بتهدديني؟ ما كل الستات بتشتغل وشايفه بيوتها، اشمعنى انت؟ امال لو كنت بتخلفي وبقى عندنا عيال كنت عملت ايه؟ كنت رميتيهم في الشارع؟ وكمان بترد عليا مجرمه وتقولي لي فلوسك، حقيقي انك تربيت حواري. هي حصلت انك تمد ايدك عليا يا فتحي، وهقطع رقبتك كمان، مش كفايه اني متجوز واحده زيك؟ محدش كان ضربك على ايدك يوم ما اتجوزتني. كنت مغفل وفاكرك بني ادمه، لكن من هنا ورايح لو رديت عليا بكلمه هطردك بره البيت ده، فاهمه؟ وعقد الشقه مكتوب باسم مين؟ مكتوب باسمه. ومنقولاتك فين دلوقتي؟ زي ما هي جوه الشقه، ما عدا الهدوم، كومهم في الشنطتين دول ورماهم لي على السلم. في قايمه بالمنقولات دي؟ لا. تحب تضيفي حاجه تانيه في المحضر؟ هقول ايه تاني، انا بس عايز اعرف هتعملوا معاه ايه. الحقوني الحقنا يا سعاده البيت. ايه ده؟ الحقنا يا سعاده البيت. قالوا لي مراته وقالها تلم عليا، عاوزين يقتلوني يا بيه. خليني بره شويه، الدم اتصفى يا سعاده البيت. قلت لك استنى بره. ايوه يا مدام زينب، تحبي تقولي حاجه؟ انا كنت عايز اعرف ايه النتيجة وايه اللي هيحصل؟ احنا كل اللي نقدر نعمله نحول المحضر للنيابة وهي تتصرف. النيابة؟ طيب وده هياخد وقت قد ايه؟ يوم يومين بالكتير. يعني انا مش ممكن ابات في شقتي النهارده؟ ما افتكرش. خالتي زينب؟ زينب اهلا. مالك يا زينب، قفلة الشعر؟ يا ده يا سودة، ايه اللي حصل؟ يعني ايه طلقك؟ على سهوة كده؟ ايه هينشك في قلبه؟ طب ده انا هخرب بيته ابن الكلب ده. لا حول ولا قوة الا بالله، والله الواحد نفسه سدت على الاكل. يا اخويا انت راخر وانت همك على بطنك. يا وليه بعبر عن مشاعري؟ ده بدل ما تروح وتطبخ في زمارة رقبته، الخاين قليل الاصل الدون، ده واحد غيره كان يحطها في عينيه ويبوس ايده وشه وظهر، ولا هو خلاص نسي ايام ما كان حته موظف كحيان مرمي في السطوح في اوضه الكلب الجربان يقرف يشمه؟
ده انا مستحمله منه الشتيمه والبهدله وكاتمه في نفسي وساكته. ياما نصحتك يا زينب وقلت لك ما تتسهليش معاه، خلي قرشك لنفسك. تقولي لي لا، ده فتح ابن حلال اهو طلع ابن حرام. لكن الواحد هيقول ايه؟ كلهم صنفنا مرده يا ولية. حرام عليكي، انا عملت لك حاجه؟ ده انا كافي خير الشر معاكي. مش عرفني انت يا اخويا مراقب لي على ايه؟ كان يوم محبب يوم ما شفناكم. بعد العمر ده كله وانا شقيان ليل ونهار عشانك وعشان ولادك؟ على يا اخويا، على الكام ملطوش اللي انت بتجيبهم اللي ما ياكلناش عشحاف. امال عاوزين نعمل ايه اكتر من كده؟ انا خلاص قربت انحارف. وايه اللي منعك يا سبع البرومبا؟ هنا اختك بتقول ايه؟ وبعدين معاكم يا جماعه، هو ده وقته؟ طب انا ماشي رايحه فين بس؟ هو احنا لينا حد في الدنيا؟ ده احنا مقطوعين من شجره. واحنا في ايدنا ايه بس اللي نعمله؟ ما تشوف اي حد من الظباط اللي انت كنت بتشتغل معاهم في المرور. يا وليه بلاش كده، انت فاهمه ايه الحكايه؟ عربيه وسحب ونمرها، دي في القانون بيسموها قضيه احوال شخصيه، فاهمه؟ اتفضل. صباح الفل والياسمين على اجمل سكرتيره في بنوك مصر كلها. صباح الخير يا استاذ راجح. ايه ده معقول؟ كل ما اجي الاقيك بتكتبي على المكنه؟ مديرك المستبد ده ما بيرحمش صوابعك الحلوين دول. وبعدين معاك يا استاذ راجح، الاستاذ فتحي مدير مريح. طبعا مين هيشهد له؟ حد عنده؟ ده منتظر حضرتك من بدري. اكيد هو وراه لوجع القلب. الاستدعاء ده وصلني النهارده من النيابه. وماله؟ هتروح وياخدوا اقوالك. في نقطه احب اعرفها منك. انت طلقتها طلاق رجعي ولا طلاق دائم؟ ودي تفرق ايه؟ تفرق كتير. الطلاق الرجعي يديك الحق انك انت ترجعها خلال 60 يوم، انما الطلاق البائن ده طلاق قاطع ويحتاج لوثيقه جواز جديده اذا حبيت ترجعها تاني لعصمتك. طب وده دخله ايه في حكايه الشقه؟ في حاله الطلاق الرجعي من حق الزوجه انها تقعد في شقه الزوجيه مده 60 يوم على امل ان جوزها ممكن يرجعها تاني. انا بقى ما كنتش اعرف النقطه دي. لكن تفتكر النيابه هتعمل ايه؟ النيابه هتكتشف من وثيقه الطلاق انه طلاق رجعي، وبناء عليه هتقترح تمكين الزوجه من الشقه موضوع النزاع واحاله الامر لقاضي التعرضات. يوه، يعني قضيه وجع دماغ. امال انت فاكر ايه؟ مشاكل الطلاق اكتر من مشاكل الجواز. لكن انت ما قلتليش انت طلقتها ليه؟ ما كانش في حل تاني غير كده. دي واحده عمرها ما قدرت المركز اللي انا وصلت له، عمرها ما فكرت تجاري الجو اللي انا عايش فيه، لدرجة بقيت أحس بالكسوف كل ما أخدها معايا عزومة ولا حفلة. بس دي مسؤوليتك أنت يا فتحي. وأنا هعمل إيه؟ أنا ياما حاولت أخليها بني آدم مفيش فايدة. زائد إن شغلها نفسها إنها زوجة وعليها واجبات بالنسبة لجوزها. وكل ده أنا كان ممكن أتحمله لو كانت بتخلف. جايز الأولاد كانت تملى عليا حياتي بدل الكآبة اللي مالية عليا البيت. مش عارف أقول لك إيه. قول لي رأيك إيه في الموقف دلوقتي؟ ما تقلقش يا سيدي. المهم بكرة تعمل لي توكيل رسمي وسيب الباقي على الله وعليا. القضية دي مش هتاخد في ايدي جلسة واحدة. بتتكلم بجد يا راجل؟ عيب. أسيبك بقى دلوقتي لأن النهاردة كان عندي 3 جلسات هلاكوني. من غير ما تشرب فنجان قهوة يا راجل. المرة الجاية ليه عندك فنجانين قهوة؟ السلام عليكم. مع السلامة يا راجل. سلوى، تعالي حالا. أيوه. عندي ليكي أخبار كويسة. خير. اتكلمت مع الراجل، قال لي إنها قضية بسيطة. أنا خايفة يا فتحي إن جوازنا ده يسبب لك مشاكل. خايفة بعد كده تندم. ما تقوليش كده يا سلوى. تأكدي إن كل شيء يهون في سبيل ربنا. المشاكل اللي أنت بتتكلمي عليها دي تعتبر بسيطة جنب المشاكل اللي بتقابل أي اتنين بيحبوا بعض. يعني أنت شايف إن يستاهل كل اللي بيحصل لك ده؟ لا يا سلوى. اللي أنا فيه ده مش بسببك أنت. الست دي من يوم ما اتجوزتها وأنا عايش تعيس في حياتي. ما تتصوريش العذاب اللي شفته معاها قد إيه. دي حولت حياتي الجحيم لدرجة ساعات كنت أحس إن الموت أهون من عيشتي معاها. أنا حاسة بكل اللي بتقوله يا فتحي، ويمكن هو ده اللي قربني منك. بصراحة أنا في الأول ما كنتش متصورة إني ممكن أرتبط بواحد متجوز. كنت خايفة الناس تقول عليا إيه. بس أنا دلوقتي خلاص بقيت حر والحمد لله، مفيش أولاد يربطوني بيها، يعني نفدت بجلدي. حقيقي عدم الخلفة ممكن تكون نعمة. يعني أنت مش ناوي تخلف مني؟ أنت حاجة تانية. أنا متأكد إن حياتنا مع بعض هتبقى جنة. ما تتصورش يا فتحي قد إيه أنا بستنى اليوم اللي هتجمعنا فيه شقة واحدة. هانت يا حبيبتي، هانت. كلمني أول ما توصل. أنا مش همشي غير لما أطمن عليكي. والى الى العم بعد جلال نور الشجان وجلال منال وسلمى والى الجنه الاخره
وبعدين معاكي بقى يا ميرفا انا كده مش عارفه اذاكر. الله مش عارفه تذاكر ولا مش عارفه ترقص. سلوى تعالي اسمعي المنيل ده بيقول ايه. بسيطة بالنسبة للمشاكل اللي بتقابل أي اتنين بيحبوا بعض. الحب ما بقاش كل شيء دلوقتي يا سلوى، في حاجات تانية كتير أصبحت أهم. يعني إيه؟ يعني أنا مش شايف قدامنا أي أمل يشجعنا على إننا نتجوز. أنت بتقول إيه يا كمال؟ أنا بقولك الحقيقة، صدقيني يا سلوى انا بظروفي دي ما اقدرش احقق لك حتى ولو مجرد حلم بسيط. انا راضيه باي شيء، المهم ان احنا نبتدي. نبتدي؟ نبتدي ازاي؟ الظروف اللي احنا فيها دلوقتي بقت اقوى مني ومنك، بقت بتفرق ما بين اي اتنين من جيل واحد بيحبوا بعض. تقدري تقولي لي مين اللي بيقدر يتجوز دلوقتي؟ ها؟ مين اللي بيقدر يتجوز الا اذا كان مولود غني او حرامي وعنده ثروه او بقى راجل كبير ويقدر يشتري اي بنت صغيره بفلوسه؟ للاسف احنا دلوقتي في زمن العواجيز والحرمية. حرام عليك يا كمال تفكر بالشكل ده. بالعكس انا عاوزك انت كمان تفكري بالشكل ده وتبقى واقعية زيي، وسيبك بقى من الاحلام اللي انت عايشة فيها دي. اللي بتقوله ده يا كمال شيء فظيع فظيع. للأسف هي دي الحقيقة. طب مش ممكن مرتبك على مرتبي يعيشونا في شقة على قدنا؟ قصدك في اوضة بدروم تحت الارض. الشقة دي خلاص ما بقتش موجودة غير في اعلانات الجرايد او في تصريحات المسؤولين. دي ازمة ولازم هتعدي، مش ممكن الدنيا هتفضل كده. الدنيا هتفضل كده بالنسبة للي زيي وزيك. سلوى احنا عشان ظروفنا تتحسن لازم ظروف البلد كلها تتحسن. يبقى مفيش غير اننا نسافر بره ونعيش هناك لغاية لما تكون نفسنا. لو كان السفر بالبساطة دي زي ما بتقولي كانت كل البلد سافرت. يعني مفيش فايدة؟ طب وحبنا؟ حبنا؟ اسمع يا سلوى، انت من النهاردة لازم تدوري لك على واحد غني وتتجوزيه ويكون عنده شقة عشان تقدر تعيش في الزمن ده حتى ولو كان قد ابوكي. اول ما توصل تكلمني في التليفون عشان اطمن انك ما رحتش لا كده ولا كده. ها باي باي يا حبي. مع السلامه. اوعى تنسى. الزمان نسيكم. كفايه افتكرك انت لوحدك. ويا ترى بقى كنت ساحبه مين وراك النهارده؟ ساحبه؟ ساحبه مين يا غنم؟ طب ده انا جايه في حته دين عربيه تمنها يهد البيت ده كله. طب بس قفلوا بقى، ده سمك في 44 برضه. وبعدين يا كاميليا انا سبق وانذرتك انك ما تتاخريش بعد الساعه 9. اعمل ايه يا ابله؟ ما انت عارفه المواصلات. وحياتك يا ابله ساعه عقبال التاكسي ما عارف يعدي من شارع رمسيس. تاكسي؟ اه على العموم دي حياتك وانت حره فيها، بس لازم تعرفي ان ده بيت محترم ليه اصول وتقاليد مش كباريه. لو تاخرتي مره تانيه ابقى شوفي لك مكان تاني تسكني فيه. وانتوا يلا كل واحده على اوضتها، مش عايزه اسمع صوت راديو. ليكم زميلات بيذاكروا. ايه رايك اشتريتيها؟ فشر. امال هي الرجاله اتخلقت ليه؟ دي هديه كده على قد ما قسم. اه جبالك اللي وصلك دلوقتي. ايه ده انت شفتيه بذمتك؟ ايه رايك فيه؟ مش شاب حلو ولارج؟ انت هتفضلي كده لحد امتى؟
كل يوم والتاني مع واحد شكل. اللي بتعمليه ده غلط، انت كده بتهدي حياتك. بالعكس، انا كده ببني حياتي. احنا في زمن الفلوس، اللي معاه قرش بيساوي قرش. الواحدة مننا لازم تكوش على قد ما تقدر عشان تضمن مستقبلها، حتى لو كان على حساب سمعتك. ما تبقيش عبيطة. انا يوم ما يكون عندي رصيد كبير في البنك وافكر في الجواز، الف راجل يتمنوا تراب رجليا. وحتى لو عجزت برضو مش هخاف. عارفة ليه؟ لاني ساعتها هقدر اشتري الشاب اللي انا عايزاه بفلوسي، حتى لو كان اصغر مني بعشر سنين، بالظبط زي الراجل اللي انتي ماشيه معاه وهيشتركي بشقته. لا، انا علاقتي بفتحي غير علاقتك بالرجاله اللي انتي بتعرفيهم. وبعدين ده انسان انا بحبه وبحترمه، هنتجوز. طب وايه يعني؟ ما انا كمان بحترم ناس كتير قوي، بس مش ناويه اتجوز حد فيهم. انتي جايز بتحترمي ناس كتير، بس الانسانه الوحيده اللي ما بتحترميهاش هي انتي. يا حبيبتي احنا ماشيين في سكه واحده، بس اليافطه هي اللي بتتغير. يعني ايه؟ يعني انتي هبله، كل اللي يهمك انك تعلقي يافطه من عند المأذون، بس انا بقى ما بحبش اليافط. انا من حقي اني اعيش يبقى لي بيت، كفايه ضيعت سبع سنين من عمري في الاوضه الزفت دي. يعني لو فتحي ما عندوش شقه كنت هترفضي تتجوزيه؟ ايوه. وما الحب ايه اللي دوشت دماغي بيه؟ تجربه الحب اللي مريت بيها خلتني واقعيه واحب بشكل واقعي. خلاص، اذا كانت المشكله هي الشقه بلاش وجع القلب ده بقى، ارجعي بلدكم وعيشي مع اهلك. بلدنا؟ انت عايزاني اطلع من فقر وارجع لفقر تاني؟ ده انا ابويا باع الفدان اللي حلته علشان يعلمني، كان فاكر ان التعليم هيحل كل مشاكلنا. واديكي شايفه. محكمه! معلش يا فتحي، لسه قدامنا 10 قضايا، هوصل لغايه اوضه المحامين وارجع لك. اتفضل. رايحه فين؟ هي دي اخره العشره يا سي فتحي؟ ارجوكي مفيش كلام بيني وبينكم. طبعا، ما انت بقيت بيه دلوقتي ومتفرعن، لكن لازم تعرف من فتحتي متاه. مش ليه زينب اللي دخلت عليها بالحنجل والمنجل لحد ما لينت دماغها وراضت تتجوزك؟ يا حنف افندي، لم الست بتاعتك. بس يا سعديه، ماليش لزوم دلوقتي. تعالي يا حنف. سيبوني انا، لازم اعرفه مقامه الاول، وان كان ناسي افكره. اوان نسيت اللي عملته معاك ايام ما كنت مرمي في المستشفى مش لاقي حد يسال عنك؟ مش دي زينب اللي اتوصفت لك علشان تشغلك في البنك، والشقه اللي انت مجرجرنا في المحاكم علشانها؟ مين اللي دافع فلوسها؟ لكن هقول ايه، الدون يعمل اكتر من كده. ده انت ست قليله الادب. لا يا استاذ فتحي، انا ما اسمحلكش تطول لسانك على مراتي. مش اطول لساني ونص، ما دام انتوا ناس حوش ومستفاله دي. احنا حوش يا اللي واخدينك بفانيلا واحده والنبي نوريك. بس يا سعديه، بس يا سعديه، دي مخالفه دي. انت معترفه يا زينب في محاضر الشرطه والنيابه بان الشقه موضوع النزاع مش باسمك، لكن باسم المدعى عليه فتحي عبد الرحمن خليل، مظبوط؟ ايوه. عندك اولاد من المدعى عليه؟ لا، الحمد لله. طيب ايه طلباتك يا استاذ؟ ليسمح لي سيد الرئيس ان اشرح لعدالتكم ان القضيه المعروضه قضيه انسانيه في المقام الاول، بل انها قضيه الاخلاق المتدهوره. خش في الموضوع يا استاذ. ان المدعى عليه وهو الزوج السابق لموكلتي ما رعاش ما كان بينهم من موده ورحمه، فقام بطلاقها واستغل حقه الشرعي بدون ابداء اسباب. اسباب ايه يا استاذ؟ القضية قضية نزاع على شقة. الله، وبعدين معاك يا أستاذ، سيبني أكمل كلامي لو سمحت. هلا. أرجوك يا أستاذ بلاش تقطع. اتفضل يا أستاذ كمل. ينصر دينك. اكتمي بقى، ما تودينكش في داهية. إحنا ما عندناش اعتراض على ما كفله الشرع للمدعى عليه إنه طلق وقت ما يعجبه، رغم ما في ذلك من إيذاء لموكلتي نتيجة سوء استخدامه لهذا الحق. وقد نسي سيادته أو تناسى إنه طلقها طلاق رجعي، ما يديلوش الحق في إنه يطردها من الشقة، خصوصا ان هي ملهاش اي مكان تاني تعيش فيه. لهذا فانا اطلب من عدالتكم ان تمكنوا موكلتي من الاقامه في شقه الزوجيه موضوع النزاع على الا يتعرض لها سيادته باي لون من الوان الاذى، وشكرا. تفضل يا استاذ. غريب جدا يا سياده الرئيس ما يطالب به الزميل وهو يتحدث عن الاخلاق. انا مندهش، ازاي يبيح لنفسه انه يطالب لموكلته انها تعيش مع موكله في شقه واحده بعد الطلاق؟
ده أصبح بالنسبة لها رجل أجنبي. ومين هو الرجل الأجنبي؟ هو صاحب الشقة الفعلي، ما بيربطوش بيها أي رابطة، فقد حرمها الله من الإنجاب وليس لها حق الحاضنة. متهيألي إنها تتكلم في المطلب الحقيقي لأي مطلقة، وهو حقها في النفقة ومؤخر الصداق إذا كان هنالك ما ينص عليه في عقد الزواج. لذلك أنا أطلب من عدالة المحكمة تمكين موكلي من الشقة موضوع النزاع منفردا، حيث ما ينص عليه عقد الإيجار الذي خلى من اسم المدعية. وشكرا. عاوز تضيف حاجة تانية يا أستاذ؟ لو سمحت للمحكمة أرد على نقطة عدم الإنجاب اللي أثارها الأستاذ. هل ذنبها إنها ما أنجبتش؟ هل دي مسؤوليتها يا سيادة الرئيس؟ يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، صدق الله العظيم. لهذا فإني أناشد عدالتكم أن تمكنوا موكلتي من الحصول على الشقة موضوع النزاع. وشكرا. رأت المحكمة تأييد قرار النيابة بتمكين المدعية والمدعى عليه من الشقة موضوع النزاع طوال فترة المراجعة إلى أن يصبح الطلاق بائنا، حيث أن وثيقة طلاق المدعية والمدعى عليه تبين أن الطلاق رجعي. أنا مش فاهمة حاجة، إزاي ست تعيش مع طليقة في شقة واحدة؟ يا حبيبتي ده إجراء مؤقت، كلها كم يوم وتروح لحالها. ما تقول لها يا راجل. إحنا هنبتدي نغير من دلوقتي؟ الحكاية مش حكاية غيرة، بس ده وضع شاذ. معلش يا حبيبتي، أنت ما تتصوريش الأيام الجاية دي أنا هعيش على أعصابي إزاي؟ أنا لولا خايف أسيب لها الشقة لوحدها كنت رحت قعدت في لوكاندا. أنا كرامتي ما تسمحليش إني أعيش في شقة واحدة تانية. دي مش هتبقى شقة واحدة تانية، دي هتبقى شقتك. خشي يا اختي، دي شقتك ومطرحك، خشيها برجلك اليمين، منصوره باذن الله. اتفضلي انت هنا يا مدام. ايه ده؟ امضي ما تخافيش، ده محضر تنفيذ الحكم. واضح ان الاستاذ عنده فكره كبيره جدا عن الاجراءات. ايوه، ما احنا زملاء. المؤاخذه يا فندم، لسه ما تعرفناش. انا حنفي زينهم، موظف كبير قوي في قلم المرور. بس على المعاش ده وقت. وايه لزوم الكلام دلوقتي؟ اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل امضي يا استاذ فتحي. ودلوقتي اي خدمات مني؟ متشكرين. طب روح انت بقى دلوقتي يا حنف علشان خاطر العيال، وانا حبات الليله دي مع زينه. اظن يا حضره الضابط المحكمه سمحت المدعيه بس ان هي اللي تقعد في الشقه، مش هي وعيلتها. سامع يا حنفي بيقول ايه؟ ولازمته ايه ده بقى؟ الاستاذ فتحي عنده حق يا مدام. اتفضل يا استاذ حنف انت والمدام بالسلامه. واسيبها لوحدها معاه ازاي؟ ده قلبه اسود وقليل ما تهجم عليها وضربها كمان. يا حضره الضابط انا ما عنديش استعداد اتحمل اهانات اكتر من كده. ماليش لزوم الكلام ده، يلا بينا. الا ممكن يا حضرتك تاخد عليه التعهد انه ما يتعداش عليها. انا هاخد التعهد على الطرفين. ما وصكيش يا زينب يا اختي، وخلي بالك بالليل بقفلي باب اوضتك عليكي بالمفتاح، واذا تهجم عليكي ولا قل ادبه اطلبينا يا اختي في التليفون نجيلك على طول. لا يا اختي، تيجي انت لوحدك. انا جاي اخد هدومي، ولا ده كمان ممنوع؟ مالكش هدوم هنا، اتفضل بره. مفيش داعي للاستفزاز لانه مش لصالحك. طب اذا كنت راجل بقى وريني هتعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا مش فاضل الكلام الفارغ ده. قلت لك الهدوم دي مش بتاعتك، انا اللي جايبها لك بفلوسي. فلوسك ده ايه يا ام فلوس؟ فاكر البدله دي؟ مش اختي سعديه اللي جايبها لك من بورسعيد؟ والقمصان دول والكرافطات اقول ايه ولا ايه؟ طبعا، ما اللي زيك تعمل اكتر من كده؟ هو انا ناسي انت جايه منين؟ كان ليا حق اما طلعتك. انت فاكر نفسك ايه؟ انت ولا حاجه، منظر على الفاضي. لكن يكون في علمك الدولاب ده مش هتاخد منه ولا عصوصه واحده. اتكلمي على قدك، ما تتمرش قوي كده. طيب ادي الهدوم اهي. كلمني مش نرجع معاكي. طبعا
ما انت واخده على شيل المشارط. المشارط دي هي اللي انقذتك من الموت بعد ما كنت مرمي قدامي زي الكلب. حقيقي انك تربيت حوالي. امشي من قدامي دلوقتي لقيت بالسكينه دي في قلبك. امشي. انت كريمه عبد العظيم علي؟ ايوه سعاده البيه. تقربي ايه للشاكي ابراهيم اسماعيل متولي؟ انا امه سعاده البيه، امه اللي عايز يرميها في الشارع لاجل ما ياجر الشقه مفروشه. لكن الشقه دي باسم مين اصلا؟ باسمي انا يا سعاده البيه، وجت نظفها من اسبوع لزقت فيها ومش عايزه تسيبها. لكن امك هتسكن فين؟ عاوز يسكنني في حوش القرافه يا بيه مع الميتين. انا اللي سكنته 9 أشهر في بطني. انت مستعجل ليه يا ابني؟ يا سعاده البيه، دي لا اول ولا اخر اللي سكن حوش قرافه، ده ياما ناس ساكنه هناك كتير يا سعاده البيه. وبعدين انا هقعدها في الحوش بتاعنا احنا، ده كامل من مجاميعه، يعني ميه ونور ومفروش احسن فرش، ده في تلفزيون ملون يا سعاده البيه. عارف سعادتك انا اتعرض عليا في خلي ورجلي ما رضيتش. هو في حد لاقي يا بيه؟ انت مقيم في الشقه المتنازع عليها؟ لا يا سعاده البيه، الشقه دي انا باجرها مفروشه، باخد منها قرشين بزود بيها دخلي. هي بقى كانت قاعده مع اختي في شقتها بعد ما بيتنا القديم ما وقع، انا جيت اتجوزت خدت شقه اكبر، مراتي كتبتها باسمها، انما فضل عقد الشقه ده مكتوب باسمي انا. لكن بصراحه سعاده البيه انا مش هقدر اخليها تعيش مع مراتي، لان هما الاتنين ما بيتفقوش مع بعض ابدا. ما تروحي تقعدي عند اختي. ويخلصك يا ابني، تبقى انت موجود في الدنيا وانا اتمرمط في بيت الغريب، ما تخليني عايشه معاك. معايا ازاي يا ونيه يا مجنونه؟ اخرس، انت ارتكبت جريمه سب في حق امك، وأتعين على المحكمة إقامة الدعوة الجنائية عليك فورا. حكمت المحكمة حضوريا بحبس المدفع. لا لا في عرضك، أبوس إيدك يا بيه، أنا متنازلة عن حقي، أنا مسامحاه، أنا مش عايزة حاجة، هروح أعيش في القرافة بس بلاش تسجن. قررت المحكمة إلغاء قرار النيابة الصادر بطرد الأم وتمكينها من الشقة موضوع النزاع. ناجي على القضية اللي بعدها. قضايا الحياسة، زينب محمد المغاوري، فتحي عبد الرحمن خليل. خلف الله سليمان المحامي حاضر مع الشاكية. راجح عبد المتعالي المحامي حاضر مع المشكو في حق. الخصوم موجودة؟ ايوه يا فندم، انا فتحي عبد الرحمن خليل. وانا زينب محمد المغاوري. انت تقدمتي بطلب للنيابة بتطلبي فيه عرض النزاع على المحكمة تاني، رغم سبق صدور قرار من المحكمة بتمكينك من الشقة. ايه مستنداتك يا زينب؟ يا فندم انا حامل. مش ممكن ده كده. ليه مش ممكن؟ يا مش كانت مراتك قبل 23 يوم من وقوع الطلاق؟ عندك ما يثبت الحمل يا زينب؟ ايوه يا فندم، في شهادة طبية بتثبت اني حامل في 3 أشهر. اتفضل يا فندم. افتكر بعد سيادتك ما اطلعت على المستند اللي بيؤكد حمل موكلتي، أطالب بمعاملتها معاملة الحاضنة حسب الشرع والقانون وتمكينها من الشقة موضوع النزاع. يا فندم دي حملت 4 أو 5 مرات، وفي كل مرة حملها ما كانش بيثبت، الدكاترة كلهم قالوا إن حملها لا يمكن إنه يستمر. من فضلك يا أستاذ، القول قولها كما جاء في الشريعة الإسلامية. الحمل ما كانش بيثبت لأني كنت بجهد نفسي في شغلي وشغل البيت، كنت محتاجة إني أرتاح وهو ما كانش بيساعدني. في حاجة يا زينب؟ ممكن سيادتك تسمح لي أقعد أستريح؟ اتفضلي. اقعدي يا أختي واستريحي عشان الحمل يثبت. لو اتكلمت بالطريقة دي مرة تانية أنا هضطر أحبسك 24 ساعة. أنت فاكر نفسك فين؟ على قهوة؟ أنا متأسف يا فندم. أنا كمان بعتذر عما بادر من موكلي يا سيادة الرئيس. أحب أشير إلى أن الحمل اللي بتدعيه الشاكية بصرف النظر عن حقيقته أو كذبه فهو شيء محتمل حدوثه. الدكاترة اللي كانوا بيعالجوها أكدوا أن حملها ضعيف جدا، لا بيستمر ولا بيثبت. مرات الإجهاض اللي حصلت للمدعية بتؤكد عدم استمرارية الحمل. بناء على ذلك يا سيادة الرئيس، أنا أطالب بتمكين موكلي من الشقة محل النزاع حتى لا يعلق الأمر في النهاية على أمل واهي جدا هيكون بالنسبة للقضية دي شيء تضيع وقت. لا يا سيادة الرئيس، الحمل واقع ملموس، ومحدش فينا يقدر يدعي انه يعرف الغيب او يتنبأ بالمستقبل. مين عارف؟ مش جايز الحمل يثبت المرة دي وتضع موكلتي حملها بإذن الله، وده اللي هيخلي احتفاظها بالشقة موضع النزاع شرعي وقانوني.
إذ أن الحمل المستكن في بطن أمه يحتفظ له بحقه في الميراث حتى ينفصل عن أمه حياً أو ميتاً. القرار بجلسة 15/6. حامل؟ إزاي؟ يعني إيه إزاي يا سلوى؟ وهي دي فيها إزاي؟ أيوة بس أنت قلت إنك أنت ما كنتش بتحبها ولا طايقها ولا بتقرب لها، كنت بتكذب عليها؟ مش كانت مراتي يا سلوى؟ انت لسه حبيبتي بتشكي في حج ليكي؟ ايوه بس انا ما اقدرش اتجوز واحد مخلف يا فتحي ونخش في مشاكل تانية بعد كده. ومين يا حبيبتي قالك انها تقدر تخلف؟ ما لو كانت تقدر تخلف كانت خلفت من زمان. يا جماعه مش ده موضوعنا، خلونا في المشكله اللي احنا فيها دلوقتي، احنا لازم نفكر ونشوف هنعمل ايه. انت شايف ايه يا راجل؟ ما اخبيش عليك الموقف اصبح حرج، القضيه بدات تتعقد، وكمان انا حاسس ان المحكمه مياله للاخذ بجانب المدعي. يعني هنخسر قضيه؟ انا عندي حل واحد مفيش غيره، انتوا لازم تتجوزوا بسرعه. نتجوز ونسكن فين؟ في نفس الشقه. مش فاهم. قسمت الجواز هتدي لسلوى الحق انها تدخل الشقه كزوجه، بس يا ريت ده يتم قبل ما تنتهي فتره المراجعه، ده هيخليني اقدم طلب بفتح باب المرافعه لتقديم مستندات جديده. وهو الجواز ده مش محتاج ترتيبات وفرح وابعت اجيب اهلي؟ انا صحيح امي وابويا كبار في السن ما قدروش يجوا، لكن ممكن ابعت اجيب خال. الشكليات دي خليها بعدين. بعدين ازاي؟ عايز نتجوز بالطريقه دي؟ سكتي يا حبيبتي، انا هعمل كل اللي انت بتقولي عليه ده، هعمل لك فرح وهبعت لخالك وعمك وجدك، هبعت للعيله كلها، بس دلوقتي لازم نتجوز علشان الشقه ما تضيعش. مظبوط، ده كلام سليم، اهم حاجه العقد يبقى في ايدينا، ويا ريت تشتري شويه عفش باسم سلوى وتدخلوه في الشقه. تعالي يا سلوى. يلا يا ريس، حاسب الحيطان يتجرح. ايوه اتفضل. تعالى يا ريس خش. اتفضل. ايه ده؟ انت ازاي تتجرأ وتدخل واحدة زي دي بيتي؟ ده ما بقاش بيتك لوحدك، ده بيتك وبيت سلوى، مراتي. مراتك؟ ايوه، في اعتراض؟ اتفضل يا ريس. حاسب يا جدعان، مفيش حاجة هتدخل شقتي. افتكر ارجع باللي انت شايله ده. مش من حقك. اتفضل يا ريس خش. طب انا هوريلك حقي ولا مش من حقي؟ ست زينب دي مسمينها ملاك الرحمة، تتحط على الجرح يطيب، وجنهم اسألهم. أرجوك خش في الموضوع. أنا عاوز أقول يعني إنها ست أميرة وماشية حسب القانون، واللي بتحكم بيه المحكمة بتنفذه، وإحنا شخصية كأهلها ما عندناش مانع إن طليقها يدخل العفش اللي هو عاوزه من غير ما يتعرض لها، وجنهم موجودين يشهدوا عمل فيها إيه، اتهجم عليها بيه وكان عاوز يضربها عشان لمؤاخذة يسقطها. يا حضرة الضابط، الافندي اللي بيتكلم قدامك ده ما كانش موجود لما العفش اتكسر. ما كناش موجودين، ده ايه؟ ده احنا كلنا كنا موجودين، وفضلنا نقول له يا فتحي عيب، دي مهما كانت برضه كانت مراتك وكلت معاها عيش وملح، لكن تقول ايه على المفتري؟ عاوز يسقطها علشان يخلاله الجو مع مراته الجديده، والجيران يشهدوا بكده. اختي تصرخ وانا ارقع بالصوت، اختي تصرخ وانا ارقع بالصوت، خايف عليها بيه. يا عيله كدابين، كذب يا حضره الضابط كذب. الكلام ده مظبوط يا مدام زينب؟ الا مظبوط. وبعدين معاك يا استاذ، ارجوك اديها فرصه تتكلم. مش كده؟ لا مؤاخذه سعاده البيه، الاحساس بالظلم هو اللي قوم الثوره الفرنسويه، فما بالك بقى. وبعدين معاك يا مدام زينب، حضرتك متهمة بإنك تعرضتي للأستاذ فتحي وحرم وكسرتي عفشهم. أنا ما عملتش حاجة زي دي، ده هو ومراته اللي اتهاجموا عليا عشان يضربوني، لولا الجيران هشوهم عني. والعفش اللي اتكسر؟ ماليش حد فيه، ده هو وشايلين اتخانقوا مع بعض ورموا العفش على السلم. أرجوك ما تصدقهاش يا حضرة الظابط،
دي كدابه. ارجوك يا استاذ فتحي بلاش الالفاظ دي هنا. يا حضره الضابط دي اتهجمت عليا وزقتني من على السلم، كانت عايزه توقعني. عندك شهود؟ وهجيب شهود منين اذا كان الجيران كلهم واقفين في صفها؟ يا مدام زينب انا هاخد عليكي تعهد بعدم التعرض للاستاذ فتحي وحرمه. وتاخدوا عليه تعهد هو ومراته ان ما حدش منهم يتعرض لها، خصوصا انهم عاوزين يسقطوها وياخدوا منها الشقه. على العموم انا هبعت معاكم اتنين امناء شرطه عشان يدخل العفش تحت اشرافهم. ايه اللي احنا كنا فيه ده؟ حرب؟ بقى دي اوضه طول عروسه؟ بقى هي دي البدايه اللي كنت بحلم بيها؟ مين كان يصدق ان يجي اليوم ده؟ انا بعد اللي ضحيته ده كله تيجي واحده تانيه تقاسمني في شقتي؟ معقول يا سعديه ده؟ معقول؟ معلش يا حبيبتي، اللي انكسر يتصلح. احنا اتجوزنا في ظروف صعبه، بس بيني وبينك انا كنت متوقع اكتر من كده. ازاي وهو جايب لي مصيبه في الشقه عشان تفرسني؟ هستحملها ازاي يا سعديه؟ لا ولسه يا ما هيحصل، كنت داخله بيتي بالبوليس يا عالم، هيبقى بيتي ولا بيتها. انت في حالك وهي في حالها، لكن اذا بس هي دست لك على طرف ساعتها بقى انا مش هيكفيني فيها حد. يا ستي اعتبريها ضيف تقيل هيقعد معانا كام يوم ويغور بعد كده في 60 داهيه، والشقه هتبقى بتاعتك. يعني هتبقى بتاعتك محكمه. احلف لك بايه يا سعاده البيه؟ احلف لك بايه ان الواد ده مش ابني؟ انا قبل ما اطلق الوليه ديت سافرت العراق، هخلف الواد ازاي؟ بالمراسله؟ ده انا حتى ما كنتش ببعت جوابات. اخرس كك قطع لسانك، عايز تتبرى من لحمك ومن دمك لاجل ما تلهف الشقه؟ هكون جايباك منين يعني؟ ده انا هوديك في 60 دقيقه. بس انت وهي والله يا عالم، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ في الشارع؟ اللي مش هيقف كويس فيكم انا هحبسه. وبعدين انكار النسب او الاقرار بيه ده مش من اختصاص المحكمه. اسمع، انا هسالك وتجاوبني على قد السؤال بس، فاهم؟ انا خدامك يا سعاده البيه. يا بني ادم ما تتكلمش غير لما اسالك. انا خدامك. انت كنت بتاخد اجازات وتنزل مصر؟ ما حصلش يا بيه، ده انا حتى كنت قرفان من خلقتها. مظبوط الكلام ده يا ثريا؟ مظبوط. ده ايه يا سعاده البيه؟ ده كان بينزل كل 3 اشهر ويجي يقول لي انا شرقان، ويفضل حابسني في اوضه النوم ما يخرجش منها الا على الطياره. ومين يطيق يا سعاده البيه؟ ما تصدقهاش دي كدابه. عندك مايوس بذلك؟ ازاي يعني؟ جواز سفرك مثلا؟ يا سعاده البيه وانا ناقص بلاوي؟ انا ما اتجوزتش في السفر. يا بني ادم انا قصدي الباسبور. الباسبورت موجود معاك دلوقتي؟ لا في البيت. وانت يا ست معاك شهاده ميلاد الولد؟ لا في البيت. قررت المحكمه التاجيل لجلسه 25/7 لتقديم المستندات. اللي بعده. زينب محمد المغاوري. ايه ده الكلام؟ بقى الولد بيشدك؟ الولد بيشدك يا ابن الكلب؟ الولد بيشدك يا ابن الكلب؟ انا هوريك. ايه هي المستندات الجديده اللي طلبت فتح باب المرافعه عشان تقدمها يا استاذ؟ لقد جد جديد يا سيادة الرئيس في القضية المعروضة أمامكم بدخول طرف ثالث لحق الإقامة في الشقة موضوع النزاع، مما يترتب عليه استمرار بقاء موكلي في الشقة حتى لو وضعت الشاكية حملها. ومين الطرف الآخر ده؟ السيدة سلوى المنزلاوي، الزوجة الشرعية الآن لموكلي، والتي أصبحت بموجب عقد الزواج صاحبة الحق في الإقامة في الشقة. صاحبة حق ده إيه؟ هي الكلام ده؟ بس يا راجل أنت، أنت فاكر نفسك فين؟ اقعد. عندك ما يثبت هذا الزواج يا استاذ؟ ايوه يا سياده الرئيس، دي قسيمة زواج موكلي من السيده سلوى المنزلاوي. دي قسيمة زواج يا سعاده البيه. وبعدين معاك يا راجل انت، لو فتحت بقك مره تانية انا هحبسك، فاهم؟ غصب عني يا سعاده البيه، اصلي بفضفض من اللي جوايا. اذا كنت عاوز تفضفض اخرج فضفض بره، دي محكمه مش مسطره. اقعد. فين سلوى؟ افندم. قربي لو سمحت. تحيي شخصيا. النيابة تعترض يا سيادة الرئيس، وتتهم المشكوك في حقه بالتحايل على القانون بغية انفراده بالشقة موضوع النزاع، إذ كان الأولى بعد زواجه الجديد أن يقوم بتوفير السكن المناسب للزوجة الجديدة بعيدا عن الشقة موضوع النزاع. وأنا أؤيد كلام النيابة، إذ أن المدعى عليه قد تزوج ليتحايل على القانون، وذلك عندما أحس بأن الموقف لم يعد في صالحه.
ولهذا فإني أعترض على هذا الزواج لأنه جواز مصلحة. أرجو إثبات هذه الإهانة الموجهة في حق موكلي، فليس هناك ما يمنع شرعا وقانونا حق الرجل في الزواج مثنى وثلاثة ورباع بمن يشاء ووقت ما يشاء. النيابة قالت إن من حق موكلي توفير المسكن المناسب لزوجته الجديدة. طب إزاي؟ إزاي وكلنا عارفين أزمة المساكن وصعوبة الحصول على سكن؟ ثم ليه موكلي يا سيادة الرئيس في فترة المراجعة وده بيديله الحق قانونا إنه يقيم بمسكن الزوجية؟ نيجي لحق الشاكية في الاحتفاظ بمسكن الزوجية لأنها حامل، ودي محتاجة وقفة. أنا أطعن يا سيادة الرئيس في دستورية قانون الأحوال الشخصية اللي بيربط بين إنجاب الزوجة واحتفاظها لوحدها بمسكن الزوجية. طب ليه؟ المفروض ألا يتضرر أحد الوالدين بأبنائه. أنا مش هضيف لعلم عدالة المحكمة جديد لو قلت إن في واحد رمى نفسه من الدور العاشر منتحرا لأن مراته حصلت على الطلاق ولقى نفسه في الشارع لأنه أنجب طفل. واحد تاني ضرب مراته بالرصاص قدام أطفاله بمجرد ما سمع قرار المحكمة بطرده من مسكن الزوجية اللي دفع فيه دمه وعرقه. وجود هذا القانون يا سيادة الرئيس سوف يدعو إلى الحذر الشديد في العلاقة الزوجية. هيشجع الزوج على عدم الإنجاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأطفال المفروض إن هم البسمة والطهارة والبراءة والهدف الأساسي من الزواج أصبحوا بقوة هذا القانون لعنة ومصيبة تنزل على رأس أبوهم. واضعوا هذا القانون يا سيادة الرئيس، ادوا للزوجة سلاح خطير تستعمله في أي وقت تعجبها. أول قمصة تقول له اتفضل بره مالكش في البيت ولا قشاية، وإذا ما كانش عاجبك قدامك المحاكم هدوخك فيها السبع دخان. دي الزوجة يا سيادة الرئيس، الحنان، الأمان، الأم والمدرسة. بقوة هذا القانون أصبحت تخسر كل هذه المعاني الجميلة. يبقى إيه الحكمة من القانون ده؟ ليه؟ جايز بيتماشى مع سياسة الدولة في تحديد النسل، جايز كمان يكون نوع من الدعاية لتنظيم الأسرة زي انظر حولك كده وحسنين ومحمدين. واضعوا هذا القانون يا سيادة الرئيس، تناسوا قول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لو أن السجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. صدق الرسول الكريم. وشكرا. قررت المحكمة بتمكين كل من زينب محمد المغوري وسلوى حسن المنزلاوي وفتحي عبد الرحمن خليل من الشقة موضوع النزاع، وعلى المتضرر الالتجاء للقضاء المدني إذا شاء. ده ظلم، ظلم ده. تاني يا راجل، أنت اسمك إيه؟ حنفي. اسمك الثلاثي؟ حنفي حنفي زينهم. حكمت المحكمة على حنفي حنفي زينهم بالحبس 24 ساعة. استنى حيلك حيلك حيلك، ده أنا موظف كبير قوي في قلم مرور القاهرة. 48 ساعة لإخلاله بنظام الجلسة. الواحدة متطلقة تقعد مع طلاقها ومراته في ساعة واحدة. يحيي يحيي العاد، يحيي العاد. اخفى عليك كده برضو غرقتني. حاسب صحتك حبيبتي. صحتك. تعالي نوعيها فيه. سلوى سلوى بقول لك ايه، قطعتي نفسك. سلوى سلوى الله، وبعدين معاك سلوى باش ايدي سيبي ايدي ايدك جامده عليا. تعالي تعالي هو ده. طب وماله؟ خليه مفتوح.
خلي العوازل يجوا يشوفوا ويسمعوا عشان يتكادوا اكتر. اخت عليك انا بتكسف. طب وماله انا ما بتكسفش. عن اذنك معقول الحلاوة دي تمشي لوحدها السعادة؟ الله لزومه ايه التقل ده يا جميل؟ ما احنا برضو جدعان وفاهمين. بقول ايه؟ ما بلاش نضيع وقتنا برضو، انا كل نظر وهقدرك. انا كان نفسي اخدم لكن معلش انت الخسران. وقف هنا. ابرة هاتولي البنت اللي قاعدة هناك دي. يلا يا بنت قومي. انتوا في ايه؟ يلا بلاش رمادة. الله، انتوا مين عايزين مني ايه؟ قايل عليها لبط قوي. تعالي معانا بزوق احسن لك. سيبني. طب هو انتوا فاهمين غلط؟ انا ست شريفة. تعالي معانا هناك وقولي اللي انت عايزة تقوليه. سيبني. حرام عليكم، انتوا فاهمين غلط. اطلعي. سيبني سيبني. طب هو حرام عليكم. الو، هو حضرتك حنفي زينهم؟ اصل احنا هنا اسم الجيزه. لا بس من شويه قبضنا على واحده بتقول انها اخت مراتك. يا ليلى مطينه، قبضت على مراتي؟ دي لسه من شويه كانت هامه جنبي. هربت ازاي دي؟ يا سعديه 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 سعديه. قومي 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 يا اختي، قبضوا عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راجل انت اتجننت؟ ما انا قدامك اهو. ما انا قلت لك 60 مره تبطل منقوع البراطيش اللي انت بتشربه ده. قبض عليك يا ريت ده كان صحيح. ايه؟ ما قلت لك تبقى تغطيها. ايه دي؟ يا اخويا انا عايزه افهم، انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ اصل واحد صاحبي زميلي ظابط قال لي ان اختك في القسم. مالها اختي؟ لا ما تتخضيش، سحبوا منها. مالكيش حق يا زينب. حد يعمل عملتك دي؟ تسيبي بيتك في ساعة زي دي؟ افرض بكرهك معاكي، كان ايه اللي حصل دلوقتي؟ غصب عني، أنا هتجنن. اعذرها يا حنفي، هو اللي بيحصل قدام عينيها وتحت ودانها ده شوية، دي برضه من لحم ودم. تاكسي. أنتِ بس ما تضايقيش نفسك. يا بنتي خافي على اللي في بطنك. ما دام قاعدة في أوضتك ومحدش منهم عمل لك حاجة، تسيبي بيتك ليه وتعرضي نفسك لمشاكل؟ ما هو ده كل مناهم، ده بدل ما تركزي على قلبهم وتكديهم. ولا عاوزه تسيبي الجمل بما حمل؟ بص قدامك انت. مش هوصيكي تاني يا زينه، خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. تصبحي على خير وانتي من اهله. اطلع على الساحل يا استاذ. ساحل؟ انت قلت المشوار صغير، ساحل ليه دلوقتي؟ انا كنت مروح انام، ولا يعني خلاص مفيش رحمه؟ يعني ايه؟ بلاش نروح ونبات في الشارع؟ والله مش شغلي. اسمع الكلام واطلع زي ما قلت لك، ولا عاوزني اسحب النمر بتاعتك؟ تسحب النمر؟ ليه؟ تكونش فاكر نفسك مين؟ الله ده غلط. قولي له انا مين يا سعديه؟ ده المرور كله لايمها احسن لك وبات في حضن ولادك الليله دي. اطلع اطلع. يا سلوى يا غرامي، يا فرحي يا ابتسامي، مهما طالت آلامي قلبي يحبك يا سلوى. Thank you.
فتحي فتحي افتح خد الفوطة احسن هنا الجو بارد قوي. صباح الخير يا زينب. صباح الخير. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ بعدين اقولك. انت فين يا زينب؟ وايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ معلش يا حضرة الرئيسة غصب عني، والله ما انا عارفة اعيش في البيت ده بعد كده ازاي. ربنا معاك يا بنتي، انا عارفة كان لك فين ده كله. المهم بعد ما تخلصي تروحي تشوفي ايه اللي بيحصل في اوضه 26. ايه اللي بيحصل ده؟ يختم الحب كعاش قبل كده. تعالي تعالي كلولي كلوق. ما تعالي كلولي مش قاعد تستاهل بقك. تعالي يا مدام اللي بتعمليه ده غلط. المفروض تاكلي اكل المستشفى وبالذات اللي يسمح لك بيه الدكتور. استغفر الله العظيم، هو اكل المستشفى ده اكل؟ انا عارفه بتعملوه ازاي. حق يا اختي، ولا ليه طعم ولا ريحه. انتوا فاكرين ايه؟ دي مستشفى مش مطعم. انا هنده التمرجيه تشيل الحاجات دي. يشيل الحاجات ازاي؟ ده حاجات متكلفه ولا هي بس امور استكرار؟ مش كفايه الفلوس المتلتله اللي انتوا عمالين تاخدوها؟ من فضلك ما تغلطيش يا اختي. ما تضربنيش عليا كده، ولازم تعرفي انت بتكلمي مين. ده انا مرات المعلم فهيم عبد الغني على سن ورم. ايه الحكايه يا جماعه؟ زعاي ليه وليه؟ تعالى فوق شوف. أن نذبح فلوس وفي الآخر نتبهدل. حصل إيه؟ ما تفهميني. ست الحكيمة عايزة تشيل الأكل من قدامنا. الأخويا حيعمل متأول. معلوم عندها حق. حد يا ولية يا طفصة يجيب صينية مسقعة في المستشفى. ياه يا خلق الله. إيه ده؟ حقك عليا يا ست الحكيمة، معلش امسحيها فيا أنا. أصلها ولية جهلة ما تفهمش في المسائل دي. خش خد الحلل والاكل اللي جوه. طول عمرها كده همها على بطنها، مفيش حاجه جابت لها كافيه غير دلوتها. اتفضلي. ايه ده كمان؟ دي بقى بسبوسه بالفستق وكنافه بالقشطه، ما تتعملش الا المعلم فهيم عبد الغني. بس اتفضل. الحاجات دي كمان ممنوعه. الله كلام ايه ده يا ست؟ دي حلويات. وعلى راي المثل الحلو يحب الحلو. خدوا الحاجات دي كمان، سلموها في الاستعلامات. حاضر. ايه ده؟ انت زعلانة مننا ولا ايه؟ اتفضلي. خلي فلوسك معاكي حضرتك، والا هضطر اخطر ادارة المستشفى. الله الله الله، انت مكبرة الحكاية كده ليه؟ ده الكلام اخد وعطى. ارجوك انا مش فاضية لك. الله، بقول لك ايه يا ست؟ بقول لك ايه؟ افندم، عاوز ايه؟ خد الفلوس دي مني ليكي، عربون المحبة والوصال. بس لو ما كنتش حمائية قوي كده، انما معلش برضه الصنف ده يعجبني. من يد بني ادم هش يا فهيم بيه. الشوك بيصب على الورق. اللي اقول يا جميل. يو ده انت تأمر يا فهيم بيه. هي الست زينب شايله طاجن ستالي. معلش اعذرها، حاكم المشاكل مش سايبه حد. ليه كفلة الشر؟ اصل بعيد عنك جوزها طلقها وموريها الويل. اما راجل ما عندوش نظر بصحيح، بقى حد يبقى متجوز غزال شارد زي ده ويسيبه؟ طب بسلامته بقى يشوف انا متجوز ايه؟ جاموسه ما بتبطلش لغي لا ليل ولا نار. حق الكلام ده صحيح. طب بس استنى عليا دقيقتين اتنين بس، وانا هرجع احكي لك حكايتها كلها. طب ما تتاخريش عليا، انا مستني على نار. صباح الخير يا استاذ ماهر. صباح الخير يا مدام سالم. الاستاذ فتحي مستعجل على كشف التعيينات الجديده. بمناسبه التعيينات، احب اعرف سيادتك بالمناظير سحر، بنت المرحوم الاستاذ عبد الرؤوف مصطفى اللي كان رئيس قسم الكمبيالات في البنك، واللي كان بيشتغل تحت ايده زمان الاستاذ فتحي نفسه. اهلا وسهلا، تحت امرك. اهلا يا فندم. الحقيقه الاستاذ فتحي كان وعدني من فتره انه هيعينني في البنك، وبعدين النهارده فوجئت ان اسمي مش موجود في كشف التعيينات الجديده. معلش انا اسفه، اكيد الاستاذ فتحي نسي الموضوع، اصل اليومين دولت مشغول قوي. يا مدام سلوى، ده كل الموظفين ساعدوها ما عدا الاستاذ فتحي اللي كان لازم يعتمد قرار تعيينها، ووالدها الله يرحمه ما تتصوريش خدم البنك قد ايه. على العموم انا هشوف لك موضوعك بنفسي وبعدي عليا. سلوى. نعم. عايز فنجان قهوه من ايديك الحلوين يا حياتي. من عينيا يا حبيبي. انت بأي حق تقفلي دواليب المطبخ بالمفتاح؟ بحق ان البيت ده بتاع جوزي،
يعني بيتي انا كده. طب البوتاجاز ده بقى مش هتستعمليه لانه بتاعي انا. انت مالكيش حاجه هنا وروحي اثبتي. طب ما دام انت سافله وقللت الادب مفيش قهوه. انا سافله وقللت الادب يا حته ممرضه لا راحت ولا جت. ايه فتحي فتحي في ايه يا حياتي؟ الوليه دي اتهجمت عليا ودلقت القهوه في الحوض وكانت عايز تضربني. طبعا ما هو اللي زيك تعمل اكتر من كده. اخلصي دي جزمتها برقبتك. ايوه عاوز تعمل راجل قدامها. ما هو الندل يعمل اكتر من كده. انت اللي تستاهلي. يا ما وعيتك يا زينب وقلت لك العفش كله وكل حاجتك تكتبيها باسمك ما سمحتيش كلامي. تعالي شوفي ده انا كل هدوم الافندي ده كاتباهم باسمي. هو فيه راجل يتضمن ولازمته ايه الكلام ده بقى يا وليه؟ ده انا كافي خيري شري. وانت تقدر تتنفس تقول ايه؟ لا انا اقدر اعمل حاجات كتير قوي. اقل لها اروح اتجوز عليك عرفي ست محترمه تعرف مقام جوزها. وانا اقدر اطردك لان القانون في صفي. لا يا اختي ده انا قاعد على قلبك. الله جرى ايه يا جماعه؟ انت هتقلبوها بجد ولا ايه؟ ما انت سامعه زينب اختك بتقول ايه؟ كاتبه كل هدومي باسمها. اتفضلي يا ستك ادي الكلام انت كاتباها باسمي. تحب كمان يلا يجيلك راجل. وحياتي عندك ما تزعلي حنفي ده ما فيش اطيب منه. قطعوا كلهم. انت بتبص في الساعه ليه؟ انت هتتعشي معانا. معلش اصل اتاخرت على ميعاد النبطشيه. انت ناحيه المستشفى الساعه دي؟ اهو بسلي نفسي في الشغل. حرام عليك اللي بتعمليه في نفسك ده. ده انت يا بنتي بطنك مليانه واللي عاوزه بعد الشر تسقطي وتضيعي الشقه من ايديكي. انا كل ما افكر ان ابني هيتربى في وسط المشاكل دي اكره الدنيا واللي فيها. يا ريت الاقي ولو حته اوضه اعيش فيها انا وابني وابعد عن المشاكل دي كلها. تف من بقك. بكره باذن الله ربنا ينصرك على المفتري هو ومراته العقربه وشقتك ترجع لك لوحدك وتبقي تفرسيهم. فتح مخك معايا واسمعني كويس. الزبون اللي تلاقيه يجي منه تسحبه وتجيبه على هنا في المستشفى في مواعيد الزياره يا قفل. اعتبر مكتبه اتنقل هنا. مع السلامه انت دلوقتي. يا مساء الفل يا مساء الجمال. انا بقول النور ده فج عليا منين؟ امال فين المدام؟ كانت خرجتها النهارده الصبح بعيد عني. زهقوا منها قبل ما تكمل اسبوع. الله يكون في عون انا واقعه في ارابيزي بقالها 37 سنه. ده التأبيد يا ست هانم 25 سنه. لكن انت بتعمل ايه هنا؟ عيان؟ عيان قوي قوي يا مدام زينب. انا ما صدقت استلمت الوليه من هنا ورحت حدفتها على البيت ورجعت فريره. قلت بقى اقعد هنا يومين استريح واعمل لي شويه تحاليل. تحاليل يا بطه. ما قلتليش انت بتشتغل ايه؟ محسوبك فهيم عبد الغني من اكبر خبراء الاسكان. يعني ايه سمسار؟ سمسار ايه يا ست الكل؟ ده انا راجل مقاول واقف على 9 عمارات ملك. ده غير العمارات اللي ببنيها عشان اشيل شويه عن الحكومه ونحل ازمه الاسكان. يعني اقدر الاقي عندك شقه فاضيه؟ شقه واحده؟ طب قولي عماره فاضيه. ده انا الشقق عندي بقت زي البنات البايره اللي بتتشحتف على عدالها. الله غيرش الشغل بقى مش زي الاول. كنا بنبيع الحته ب 100 و 150 الف. دلوقتي بقى عملنا اوكازيون بنبيعها ب 80 الف بس. 80 ألف. على كده عمري ما هبقى زبونتك. ليه؟ هو انا ما عنديش نظر؟ ده انا تحت امرك. نقي بس انت واختاري اللي على مزاج مزاجك وابقى قليل الاصل لو خدت منك مليم. يعني ايه؟ مش فاهم. الله عيال والانال والداوى. انا عارف كل حاجه. انا فكرت في مشكلتك ولقيتها هايفه. هايفه؟ معلوم هايفه. سيبك من طريقك ده وما تفكريش فيه. ارميله الجمل بما حمل وخليكي بقى مع الراجل اللي يقدر يعوضك ويقدرك. اذا كنت فاكر ان انا عاوز اتجوز تاني تبقى غلطان. ايه العقل؟ انت ريحتيني كده. تعالي بقى عيشي معايا وانا هفرش لك شقه ما سكنتش فيها برنسيسه قبل كده. انت اتجننت يا راجل انت؟ انت ازاي تستجري وتقولي كلام زي ده؟ انت فاكرني ايه؟ اما انت حقيقي راجل سافل وقليل الادب. لكن انا الحق عليا اللي خدت وديت معاك في الكلام. الله 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 الله. ايه اللي حصل؟ اما عجايب لا هي راضيه بالجواز ولا بغير الجواز. امال عايزه ايه؟ عايزه الناس تسيبني في حالي. تصوري الراجل الخنزير ده اللي اسمه فهيم فاكرني واحده من ياه. مين؟ فهيم ده المقاول؟ ده يا بختها يا سعدها يا حناها اللي يرضى عنها. ده
راجل تقله دهب. طب وسايب بقى ليه؟ ما انت بتحب الدهب. القلب وما يريد يا حبيبتي، ده الراجل من ساعه ما شافك وهو هيتهبل عليك. والنبي انت فايقه وقلبك رايق. انا عارفه عاجبه فيها ايه. اظن ما حدش يملى البانيو غسيل بالشكل ده. اتفضلي شيل الغسيل من البانيو، انا راجعه تعبانه وعايزه اخد حمام. اللهم طولك يا روح، ما اغسلش هدوم جوزي ولا كمان البانيو بتاعك وكاتباه في القايمه. انا مش عاوزه طولة لسان. فتحي يا فتحي، ما تيجي تشوف لك حل مع الست دي بقى. وبعدين معاكي انت مش هتتلمي؟ لا انا مراتك الاول وخليها تشيل الغسيل من البانيو. في بني ادمين عايزين يستحموا. واحنا مالنا؟ ما تروحي تستحمي في المستشفى بتاعتك. حرام عليك يا ست زينب، ما يغركيش منظري ده. ده انا راجل عاطفي وقلبي رهيب. ريحيني يا شيخه، الهي ريح قلبك. انت راجل ما بتتعبش من الكلام؟ بلاوي ايه اللي بتتحدث عليا دي؟ خد انكتب. تصدقي وتامني بايه؟ انا ما جيت المستشفى دي الا عشان خاطر عيونك، وحلفت اني ما تبقاش الا وانت في ايدي وعلى الوضع اللي يريحك. اللهم طولك يا روح، ما تسيبني في حالي يا اخي. انت ايه؟ تلقيحه؟ انا خارجه وسايبه لك الاوضه وهبعتهم يجوا يشوفوا معاك صرفه. حرام عليك يا ست هانم، انا قلبي بتشحتف وايد نار ومش هيطفيه الا رضاك عليا. اذا كان بقى على الوليه مراتي اطلقها لك وخديني مشافي. قد كده الطلاق سهل عندكم؟ الله، اعمل لك ايه بس؟ حيرتيني، انا مش عارف اسيبك على بر. لو شلت الترمومتر بعد كده انا هضطر اعملك زي العيال. مش هين عليا اسيبك تسافر لوحدك يا فتحي. يا حبيبتي هي ليله واحده، اطمن على اللي تم في الفرع الجديد واجيلك على طول. فيها ايه بس لو رحنا ورجعنا مع بعض؟ صدقيني مش هتستريحي، دي بلد مقرفه وما فيهاش لوكاندا واحده نظيفه. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ نزار وجعك الكلى هيجي لي تاني. اجيب لك دكتور؟ حكايه ما تستاهلش، ده بيجي وبيروح بسرعه. ازاي بس؟ ده انت باين عليك تعبانه، تحبي اجل سفري؟ ما تشغلش بالك انا كويسه. طيب ارتاحي وبلاش تروحي البنك النهارده. حاضر، اشوفك كل شيء بخير. مع السلامه يا فتحي. فتحي خلي بالك وانت سايق وبلاش السرعه وحياتي. حاضر. التليفون ده مش هيصلح ابدا. عملت ثلاث شكاوى ومفيش فايده، انت عايز تكلم مين؟ كنت عايز اتصل بالبنك يعملوا لك اجازه. على العموم انا هفوت عليهم قبل ما اسافر. باي باي يا حبيبتي. مع السلامه. ما تتاخرش يا فتحي. على فكره الوليه دي لو حاولت تحتك بيكي ولا تضايقك ما تكلميهاش، سيبيها لي لحد ما ارجع. قوي انك تحتفظي بالجنين ده. طبعا يا دكتور، ده بقى كل املي في الدنيا. في حاجه؟ بصراحه انا شايفك مجهده وانت لازم تستريحي راحه تامه، يعني لازم تاخدي اجازه شهر على الاقل تنامي فيه على ظهرك وما تبذليش اي مجهود ولا تنفعلي اي انفعال. بس مين هيخدمني يا دكتور؟ حضرتك عارف ظروفي. انت مالكيش قرايب؟ ليا اخت، بس هي عندها بيتها واولادها. خليها تجيلك مره على الاقل او مرتين في الاسبوع تشوف طلباتك. بصراحه مهم قوي انك تريحي نفسك الشهر ده. مش قادره. Thank you.
بيها. زينب مالك؟ الكلى هتموتني، لحقيني بدكتور بسرعه. امال جوزك فين؟ سافر. مش قادره، انا بعرض كاتي لدكتور، مش قادره. ما تخافيش، قومي معايا. ايانا. مش قادرة استحمل. دكتور في عرضك. خليك هنا بسرعة بسرعة. سعيدة دكتور. أهلا وسهلا. ممكن لو سمحت التليفون؟ تفضل. شكرا. ألو. أيوة يا محمود، أنا زينب. ممكن توصلني بالدكتور مصطفى رمزي؟ أيوة دكتور مصطفى، أنا بكلمك من أجزخانة جنب بيتنا علشان في حالة التهاب كلى. المريضة واحدة صاحبتي وبيتة معايا. أرجوك يا دكتور ما تتأخرش علينا، أحسن دي حالتها صعبة قوي. أيوة ثانية واحدة، ممكن ورقة وقلم لو سمحت؟ فضل. أيوة دكتور. جلوكوز؟ بالشفا ان شاء الله. ده انت فعلا ممرضه شاطره يا زينب. ما عملتيش قبل كده تحاليل او اشعه ملونه؟ لا. لا ليه؟ اصل الوجع ما كانش بيجيلي بالشكل ده. على العموم اطمني، دي حاجه بسيطه، والحقنه دي هتخليكي ما تشعريش باي الم، وبكره باذن الله اول ما تلاقي نفسك كويسه زينب هتجيبك المستشفى عشان نعمل لك تحاليل واشعه على الكلى إن شاء الله. وألف سلامة ليك. الله يسلمك. خير يا دكتور، حالتها إيه؟ زي أنت ما قلتي بالظبط، التهاب في الكلى، وعلى العموم لو رجعت لها الكريزة بالليل تبقي اديها حقنة تانية، وبكرة الصبح إن شاء الله تبقي تجيبيها معاكي وأنت جاي المستشفى. متشكرين قوي يا دكتور، إحنا تعبناك معانا. عيب يا زينب، أنت ناسي إنك زميلة ولا إيه؟ ما نتحرمش منك يا دكتور. ألف شكر. السلام عليكم. مع السلامة. ازاي الحال دلوقتي؟ أزمة كلى وعد. اسكت اسكت على اللي حصل لي يا فتحي. يا حبيبتي ما أنا قلت لك أأجل سفري، أنت اللي ما رضيتيش. الحمد لله إن زينب كانت موجودة في البيت،
لولاها كان زماني مت. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده. حقيقي ما شفتش اللي حصل لي. زينب هي اللي لحقتني. ما تكبريش الموضوع. يعني هي كانت عملت ايه؟ ما هي شغلتها؟ ولا انت ناسة يعني انها حكيمة؟ لا يا فتحي، دي لو واحدة تانية مكانها ما كانتش عملت اللي عملته، وكانت سابتني اموت. تيزر ادتني عنها فكرة غلط. ما تبقيش عاطفية قوي كده. اللي عملته ده كون ستات انا عارف. بالذمة دي عمايل تعمليها؟ ما تتعب ولا تروح في 60 داهية. انت مالك؟ واحدة غيرك كانت سابتها تموت، ولا انت نسيتي اللي عملته فيكي؟ ويروح من ربنا فين يا سعدية؟ ما ربنا شايف وعارف. دي ضرة. عارفة سموها ضرة ليه؟ علشان انت لازم تضريها، وان ما كنتش انت تضريها يبقى هي لازم هتضرك. حرام عليك يا سعدية. حرام عليك انت واللي بتعمليه في نفسك ده. كويس الدم اللي نزل عليكي؟ معلش انا اخدت الادوية اللي كتبها الدكتور، وان شاء الله هبقى كويسة. استرها معاها يا رب. دي هبلة. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انت عبيطة؟ انا خايفة لما نكون ظلمناها. ما تيجي نسيب لها الشقة دي ونروح ندور لنا على شقة تانية. انت لازم اتجننتي. بصراحة انا حاسة اني ما اتجوزتش. حاسة انك ضحكت عليا. فجأة لقيت نفسي عند المأذون ومتجوزاك، وجايبني في بيت واحدة تانية. حتى الأوضة الوحيدة اللي اشتريناها اتكسرت. انت لازم تدور لي على بيت تاني. بيت احس انه بيتي انا، افرشه بذوقي. انت عارفه سكن تاني يعني ايه؟ يعني الوف متلتله، وانا راجل ما حكيتش غير مرتبي. طيب ايه رايك لو نسافر بره؟ انت دلوقتي عندك خبره كبيره، واي بلد عربي تتمناك. قلت ايه؟ ومركز اللي وصلت له اسيبه عشان ارجع الاقي واحد تاني واخده؟ انا بكره هبقى مدير بنك. للاسف يا فتحي ما بتفكرش غير في نفسك وبس. انت انسان اناني، كل اللي يهمك مركزك، وما يهمكش النار اللي انا عايشه فيها. ده انا اللي عايش في نار. انا حلاها منك ولا منها؟ كلكم زي بعض، ما بتفكروش غير في راحتكم بس. والزوج ده هيروح في 60 داهية يتحرق. داهية تاخدكم كلكم مع بعض في وقت واحد. صباح الخير. انت نازله؟ ايوه. مش احسن لو ترتاحي النهارده؟ الحمد لله بقيت كويسة، والبركة فيكي. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. أنا ما عملتش حاجة. أنت ناسية إن دي شغلتي؟ ما أنا ما كنتش أقدر أشوفك في الحالة دي وأسيبك. بتهيألي لو واحدة غيرك كانت سابتني. اسمعي يا سلوى، أنا وفتحي حياتنا انتهت مع بعض من زمان. صدقيني لو ما كانش جوزك أنت كان اتجوز أي واحدة غيرك. بس انا مش اي واحده، لان فتحي بيحبني. متهيألك فتحي بيحب نفسه. اساليني انا، انا عشت معاه 18 سنه وعرفته كويس. ولو كانت حيطان الشقه اللي احنا بنتخانق عليها دي بتتكلم، كانت حكت لك وقالت لك ان الشقه دي بتاعتي مش بتاعته، وان انا اللي عملتها بتعبي وعرقي وشبابي، وانا ما عنديش اي استعداد اسيبها تضيع مني زي عمري اللي ضاع. وما طلعتش بعد كل السنين دي غير باللي بطني ده، اللي ربنا بعتهولي عشان ينصرني على فتحي، اللي القانون ما قدرش ينصرني عليه. اتفضل. صباح الخير يا مدام سلمى. صباح الخير. اهلا يا سحر، اتفضلي. اخبارك ايه؟ والله اخباري مش ولا بد. صاحب البيت رفع علينا قضيه طرد. ليه؟ لا مش كده يا سحر، انت لازم تستحملي. ليه امتى بس؟ ليه امتى؟ ده احنا 7 اخوات مش قادرين نعيش. أنا متأسفة أوي يا مدام سلوى، أعصابي تعب. أنا فاهمة ومقدرة يا سحر، مش ممكن معاش المرحوم والدك يكفيكوا في الزمن ده. تصوري 56 جنيه، إزاي يعيشوا عيلة كبيرة عايزة تاكل وتلبس وتسكن؟ إزاي بس؟ إزاي؟ على العموم أنا اتكلمت مع الأستاذ فتحي بخصوص تعيينك في البنك. تعالي معايا. أنتِ تقعدي بقى هنا زي البنات الحلوين لحد ما أرجع لك، ها؟ يلا خدي المصاصة أهي، اوعي تتشقي. ها؟ يلا. صباح الخير يا فتحي بيه. صباح الخير. فتحي
سحر جايه تسال عملت لها ايه بخصوص موضح. انا اسف يا انسه سحر، ما قدرتش اعتمد قرار تعيينك. انت طبعا عارفه اني ما عندكيش غير ثانويه عامه، وانا ما اقدرش اسيب خريج الجامعات واللي معاهم دبلومات واعينك بدلهم. بس انا والدي خدم في البنك اكتر من 20 سنه، ومتهيألي ان ولاده حق بالوظيفه من غيرهم. وما تنساش حضرتك انك وعدتني. اسمعي، ده بنك ومش بتاع ابويا، وانا عملت المستحيل عشان اعينك وما قدرتش. اعمل ايه؟ انتحر؟ ولا حاجه. انا متشكره قوي يا فتحي بيه، ربنا يتولاها. ايه اللي انت عملته ده؟ دي بنت غلبانه هتترمي في الشارع هي وعيلتها، دول مش قادرين يدفعوا ايجار البيت اللي هم ساكنين فيه. ان شاء الله ما دفع. انا مالي؟ حد قال لها ان هنا وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ بس يا فتحي ما تنساش ان ابوها كان رئيسك في الشغل في يوم من الايام، واكيد كان ليه فضل عليك. قوي. الله يرحم الجزاءات والخصومات اللي كانت تنزل ترف على دماغي اخر كل شهر. ولا شوف الحسابات اللي كان يخليني اقعد امقق فيها عينيا وارجعها عشان فرق 3 سال. حد ياخرني اللي هو ده، لولا كان زماني دلوقتي رئيس مجلس اداره. النبي تسكتي، ما تقلبيش عليا المواجهه. الو، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، كلام سعادتك اوامر يا فندم. سهير دي زي بنتي بالظبط، معاها الاعداديه. ما شاء الله ما شاء الله، كفايه اول اعداديه، احنا مش محتاجين اكتر من كده. تستلم امتى؟ بكره. مش دي برضه شقة الأستاذ فتحي عبد الرحمن؟ أيوة. الأستاذ موجود؟ لا، في حاجة؟ أيوة، أصل لا مؤاخذة لينا مشكلة معاه. طب اتفضل. كتر خيرك يا ست هانة. يا ساتر. اتفضل استريح. الله يريح بدنك يا ست هانة. خير؟ لا مؤاخذة يا ست هانة، مع الإزعاج. نعمل ايه بقى في الشحطات اللي احنا فيها؟ ده احنا شفنا المر قبل ما عرفنا طريق البيت. هو الموضوع ايه بالظبط؟ الموضوع يا ست هانم، ما تتكلمي انت يا حاج عبد الستار. اصل الحكايه يا ست هانم ان الاستاذ فتحي جوز حضرتك بعدنا 3 فدادين، كنا واخدينهم من عمه مزارع، ولما توفى عمه الله يرحمه الاستاذ عرض علينا نشتريهم. اني خدت فدان، ومسعده وجوزها خدوا 10 قراريط قبل جوزها ما يتوفى الله يرحمه. وانا خدت بقيه ال3 فدادين. القصد يا ست هانم، الاستاذ قبض مننا الفلوس على داير مليم، وعمل لكل واحد فينا عقد ابتدائي. حبينا نسجل، قعد مطوحنا شمال ويمين، وفي الاخر يا ست هانم عرفنا انه باع الارض الناس غيرنا وقبض الثمن وسجل كمان. بالذمه ده يا ست هانم، يرضي ربنا، ده المرحوم جوزي حط كل اللي حيلته في الكام قراط اللي خده. بس اللي انا اعرفه ان فتحي ما عندوش ارض. كلام ايه ده يا ست هانم؟ ده وارث عين اول 8 فدادين من عمه المرحوم الشيخ عبد الفتاح خليل. هو الحقيقه انا اول مره اسمع الموضوع ده. هو فتحي في شغله، ولما يجي هكلمه وهخليه يرجع لكم فلوسكم. هي كام؟ 60,000 جنيه. اطمنوا، فلوسكم هترجع لكم. الهي اللي يسيئك في حاجه يا اميره يا بنت القمره. كتر خيرك يا ست هانم. تشربوا شاي ولا حاجه ساقعه؟ لا مش لزوم يا ست هانم. دايما عامر يا ست هانم، دلوقتي احنا لازم نمشي عشان ندبر حالنا، عشان نشوف حته نتوى فيها، وبكره بعد صلاه العصر باذن الله هنبقى نعدي على الاستاذ. سلام عليكم. مع السلامه. اتفضل. مع السلامه. فتك بعافيه. مع السلامه. تيجي حالا. لا دلوقتي، اما تيجي هتعرف ايه اللي حصل. الوليه دي عملت حاجه تاني؟ ما تتكلمي، انا سايب شغلي. فتحي انت عندك ارض. ارض ايه؟ ارض زراعيه في بلدكم. والارض دي هتيجي منين؟ ده انا ابويا حسره كان فلاح غلبان، ولما مات ما كانش حيلته حاجه. وكمان بتكذب.
ده انا كل يوم بكتشف فيك حاجات غريبه. بقى انت مسيباني شغلي عشان تقولي الكلام الفارغ ده؟ ده مش كلام فارغ. الفلاحين اللي انت ضحكت عليهم واخدت منهم فلوس الارض اللي ورثتها عن عمك كانوا هنا النهارده وعايزين فلوسهم. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقى واخد منهم 60,000 جنيه، ده غير الفلوس التانية اللي بعت بيها نفس الارض. وقعد تقول لي انا ما حلتيش حاجه، ما عنديش غير مرتبي. انت تضحك عليا ولا تضحك على نفسك؟ وطي صوتك لحسن اللي بره دي تسمعك. لازم تعرفي ده انا ما ضحكتش على حد، انا بقى اللي كان هيضحك عليا. خدوا مني الارض بتراب الفلوس، لما جاني مشتري احسن بعت له، وهما بقى فلوسهم هترجع لهم على دير المليم. والفلوس التانية وديتها فين؟ حولتها لدولارات وحطيتها في البنك. الدولار النهارده كل يوم في ارتفاع والبنك بيدفع فيه اعلى فايده. بقى الفلوس دي كلها عندك واقول لك ناخد شقه تقول لي منين؟ انت غشيتني، سرقت حياتي، اتجوزتني زي ما اكون كلبه لميتها من الشارع، وخبيت عني ان عندك فلوس. انا ما خبيتش عنك حاجه، انا خفت ان انت تضعفي وتخليني اتنازل عن القضيه. وماله؟ ما دام نقدر ناخد شقه تانية ونسيب لها الشقه دي. الفلوس دي ما اقدرش اتصرف فيها، الفلوس دي هنعيش من فوائدها. ولا انت فاهمه ان مرتبي هيكفينا؟ طب والست دي ذنبها ايه؟ افرضي ما ذنبهاش، الشقه دلوقتي اصبحت مش ضروريه بالنسبه لها، تقدر تروح تعيش عند اختها ولا في المستشفى، ما في حكيمات كتير عايشين جوه المستشفيات. البساطه دي. اسمعي يا سلوى، انا مش فاضل العبط بتاعك ده، لازم ارجع البنك حالا عن اذنك. استنى، انا لسه ما كملتش كلامي. ازاي يا لوزه؟ اهلا 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 يا فهيم بيه، اتاري المستشفى كلها منوره. امال الجميل في ايه؟ مين؟ زينب دي في اجازه. اخس، ايه الاخبار اللي مش هي دي؟ وهترجع امتى؟ مش عارفه، اصلها تعبانه قوي. عال يعني هتسقط؟ على كل حال الدكتور قال لها انها لازم تنام على ظهرها شهر بحاله. اخس على كده. استنى بس، انا هفهمك تعمل ايه بالظبط. الست زينب موجودة؟ نقول لها مين؟ فهيم عبد الغني المقاول. اتفضل اتفضل يا سعادة البيه. يا ساتر، حط الحاجات دي هنا، خد. متشكرين يا سعادة البيه. اهلا وسهلا، اتفضل يا سعادة البيه. اتفضل انت سجارة زنوبيا تعمر الدماغ وتظبط النفوخ. اهلا وسهلا. اهلا بيك، محسوبك بقى كان زبون في المستشفى اللي فيها ست زينب. والحقيقه الست زينب دي يا ست مفيش زيها اتنين، شغلها مظبوط قوي. زينب دي ملاك الرحمه، تحطها على الجرح يطيب. وحضرتك بقى تبقى لها ايه؟ انا بقى سيدي حنفي زينهم، موظف كبير قوي في قلم المرور، وابقى جوز اخت الست لازم كده. اهلا وسهلا، انعم واكرم. تشكر يا فهيم بيه. يا سلام، ادي المعسل ولا بلاش؟ ما يغلاش عليك، ده بقى بيشربه الله يمسيه بالخير، الرئيس كاسترو. كاسترو شخصيا؟ اه ده كتير قوي يا فهيم بيه، ما ننحرمش. القصد انا رحت المستشفى عشان اتشكر لها، قالوا لي من غير مؤاخذه انها تعبانه شويه في البيت، قلت في عقلي بالي هات لازم تروح تزورها. والله كلك اصول يا فهيم بيه، كلك اصول. فين الناس الطيبين اللي زيك؟ عن اذنك اديها واحده، اديها خبر وارجع لك على طول. زينب، فهيم بيجا وعاوز يشوفك. فهيم بيه مين؟ البيه المقاول اللي كان عيان عندكم في المستشفى، ده جه وجايب معاه حاجات متلتله. ازاي اتجرأ ويجي لحد هنا؟ هي ايه الحكايه؟ هو مش ناوي يجيبها البر؟ انا هعرف شغلي معاه. تعالي هنا. رايحه فين؟ اقعدي، انت تعبانه. انا اللي هخرج. تخرج له فين؟ ده باين عليه جنتلمان وبيشتغل في كاسترو. تعالي يا اختي نشوف ايه الحكايه. انت عاوز مني ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ مين اللي عرفك طريق البيت؟ الله، انت دايما كده مشمعه الفتله. ده انا برضه ضيف، والضيف واجب اكرامه. اكرام اللي زيك طرده. اتفضل بقى بره بره. انا عيب كده يا زينب، الراجل في بيتك ما تخلى عندك نظر. معلش يا فهيم بيه، امسحها فيها. انا اسكت انت يا حنفي، اصلك ما تعرفش حاجه. طب ما تفهميني يا زينب ايه العباره؟ ده واحد ملقح جدته بالعافيه، فاكر انه يقدر يشتريني بفلوسه. انت لازم تفهم ان انا مش للبيع. اتفضل لما حاجتك ووريني عرض كتافك. كده برضه يا ست زينب ما كانش العشب، لكن معلش انا برضه هفضل حمال الاسيه. سلام عليكم. استنى عندك الحاجات دي زي ما جبتها تشيلها تاني. اتفضل انت فاهم بيه، انا حصلك بيه. اوعي ده رزقي ورزق عيالي. اتفضل
اتفضل استريح يا فاهم بيه واعتبر البيت بيتك. انت باين عليك امير وابن حلال. اصلي صنف الحريم ده صنف نمرود، الواحده ما تجيش الا وانا الراجل اللي يضربها بالجزمه، انما الراجل الطيب الدغري زي حالاتك يتبغددوا عليه. وانا عيبي بقى ان انا طيب ودغري وقاصد الحلال. هو في منك دلوقتي يا فاهم بيه؟ الناس كلها بقى ولاد حرام. الاقي مين ليك؟ انا قلبي حاسس كده ان محدش هيسلك الموضوع ده غيرك. ربنا سهل وتاكد يا فاهم بيه، انت مش خارج من هنا الا وانت مستريح. ربنا يخليك يا حنفي يا عظيم يا بيه يا بتاع المرور كله. طب استاذن انا بقى. سيب الموضوع ده عليا يا فاهم بيه. البركه فيك، انا معتمد على الله وعليه. اطمن اطمن ان شاء الله، بس خلينا نشوف هيحصل. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. خد بالك. مع السلامه. هروح احضر لقمه يا طفص. انت ازاي تجيب الراجل ده هنا في بيتك؟ بصراحه انت قاسيه معاه قوي. ما هو لو كان بني ادم كان حس من اول مره، لكن ده حيوان. بس حيوان معاه فلوس، فلوس كتير قوي. طز فيه وفي فلوسه. مش طز يا زينب، الفلوس بقت كل حاجه في الزمن ده، بقت قوه، والحيوان اللي مش عاجبك ده يقدر يشتري بفلوسه اي حاجه، حتى البني ادمين. بس انا بقى مش للبيع. انت مش شايف منظره عامل ازاي؟ ده حته خنزير جاهل مقرف. طب وعملت ايه بالمتعلم الوجيه اللي كنت متجوزاه؟ مش رماكي بعد السنين دي كلها في الشارع؟ ده حتى الشقه استخسرها فيك. لكن هاخدها. امتى؟ ما احنا بقالنا شهور بين المحامين والبوليس والمحاكم ما وصلناش لحاجه، لكن لو عندك فلوس دلوقتي كنت لما تيجي شريت حجتنا واشتريت بدل الشقه 10. ارجع اقول احنا الاثنين اتضحك علينا. انت عشت طول عمرك تدي وتضحي الواحد ما استاهلش، وانا عشت طول عمري موظف شريف وما مدتش ايدي للحرام. في الاخر طلعت على المعاش ورايا كوم لحم. مفيش في جيبي ولا مليم. يعني انت ندمت على انك كنت شريف؟ لو كنت اعرف ان الزمن هيتغير بالشكل ده صدقيني يا زينب كنت فكرت، وفكرت كتير قوي. عشان كده انا بترجاكي تراجعي نفسك، خصوصا ان الفرصه لسه بين ايديكي. أنا مش عاوز نهايتك تبقى زي نهايتي. أنا قدامك بضحك وبجري وبروح، إنما أنا جوايا ميت. حتى الأيام اللي فضلالي مش ليا. انتوا مش فاهمين حاجه.
وحياتك تديني 27904 بسرعه شويه. فهيم بيه؟ انا فوزيه. ايوه عندي لك حته الدين خبر يستاهل الحلاوه. الحمد لله على سلامتك يا زينب. مبروك عليك الشقة. لا مش ده الثمن، مش ده الثمن، مش ده الثمن، مش ده الثمن. سلوى طمنيني، ايه الاخبار؟ سلوى رد عليا، ايه الاخبار؟ سقطت. مش قلتلك ان دي ما بيعيش لهاش حمل؟ انا كنت عارف ومتاكد. غش بس كانت تلكيكه عايزه تعمل لي فيها مسمار جحا. احنا لازم الليله دي نحتفل بالمناسبه السعيده دي. انت كده انت بالنادله دي؟ سلوى بقى هي دي زينب اللي كنت بتشتكي لي منها وبتفتري عليها؟ انا ما شفتش انسانه اطيب منها، ولا شفتش راجل اناني وكذاب زيك. انت لازم حصل في مخك حاجه بقى بعد كل اللي عملته عشانك بتقولي لي انا الكلام ده؟ انت اللي زيك مش ممكن يعرف معنى الحب، لانك مجرد من الانسانيه والضمير. وانا بأسف لزيك لو استنيت معاك لحظه واحده بعد اللي شفته النهارده. اللي حصل النهارده ده عشان مصلحتك انت، عشان يبقى لك شقه تعيشي فيها لوحدك انت، ولا عايزه تروحي تعيشي مع البنات الصيع اللي كنت عايشه معاهم؟ شقه ايه بلا قرف تغور الشقه باللي فيها؟ انا اطلع منها على رجليا بدل ما اطلع منها على نقاله زي زينب. انت فاكر نفسك هتشتريني بشقه؟ انا ممكن اسافر واشتغل واعيش ان شاء الله في اوضه بكرامتي وابقى مطمنه على نفسي. تسافري تروحي فين يا ماما؟ تسافري من غير اذني؟ ليه؟ هي سايبه؟ الكلام ده كان زمان يا فتحي، وان ما كنتش تعرفه روح اسال المحامي بتاعك. مش هسال المحامي بتاعي، انا ماشي بدماغي يا حبيبتي. مش هطلقك، هسيبك كده متعلقه زي البيت الواقف، مش هطلقك. هتطلق يعني هتطلق؟ بس القانون في صف يا روحي. ده دلوقتي، لكن بكره ما تضمنش. زينب لا يا زينب ما تضيعيش نفسك. انا سبت له الشقه وطلبت منه الطلاق. ما تبقيش مجنونه، حرام عليكي، مش انت اللي تبيعي نفسك. اسمعيني يا زينب، اللي بتعمليه ده مش هو ده الحل، مش هو ده الحل. زينب انا ما فيش واحده قدرت تلوعني وتشحن قلبي وتطير برج من نفوسي زيك انت جميل. بس على راي المثل العبره بالخواتيم. الله ثابته ليه ما بتتكلميش؟ فكيها بقى واضحكي للدنيا ما دام الدنيا ضحكت لك. انا خدت لك بقى في المعادي حته شقه بشر اجدعها سرايا، اول ما هتشوفيها مزاجك هيموت. وبعد كده نروح كاتبين حته ورق صغيره ونطلع عليها كده. حصلت صراحه